إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد مع حصيلة المواقع النصبة. سأذكر لكم اليوم المواقع النصبة التي شرحتها وأحذركم منها. أولا هذا الموقع يعطيك 50% بعد مرور 24 ساعة. هذا الموقع النصب لا يدفع. والموقع الثاني هذا هو الموقع إكستند، يعطيك 25% بعد مرور يوم، لا يدفع. هذا الموقع لدي 4 سحوبات معلقة. إذا لاحظتم الدعم كانت هنا، كان هنا جدول الدعم، ذهب ذلك الجدول. أظن أن صاحب الموقع أخذ الحقائب وهرب. هذا الموقع أيضا موقع نصاب، يعطيك 115% بعد مرور 3 ساعات. تحذر إخوتي إن تجدون هذه الموقع لا تعملوا عليها. إخوتي هذا ما لدي في هذا الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.